برنامج يهدف إلى نشر بذور محاصيل الخضر المنتجة محلياً وعلى أيدي باحثين من دائرة البستنة. رحب بكم في هذا اليوم الحقل، وبالبداية نرحب بإخواننا اللي جايين من بغداد يشرفونا. والحقيقة الإرشاد الزراعي دائماً يعمل على زيادة الإنتاج ويعني زيادة الدخل للفلاح، لأن إحنا ما يهمنا هو أن الفلاح يكون دخله عالي، وكذلك يعني المدخلات أو ما يقدمه الفلاح للأرض ويقدمه للمنتوج يكون قليل. إحنا إذا هاي الغاية من الإرشاد، هاي الغاية من عمل الإرشاد، إضافة إلى نقل التقنيات الحديثة اللي هي كلها يعني بالمحصلة زيد الدخل، ويكون العمل الزراعي أو من يعمل في الزراعة يكون مدخوله معقول ويعيش حياة سعيدة رغيدة حال الفلاحين الموجودين في الدول المتقدمة زراعيا. طبعا احنا كموظفين في مديرية زراعة نينوى وفي عموم وزارة الزراعة نعمل لخدمة الفلاح، هاي الغاية الرئيسية من وجودنا وتوظيفنا في الدوائر الزراعية، هي تعمل لخدمة الفلاح. منو هسه يزرع محمي؟ منو عنده زراعة محمية؟ ابو حسين. أنا عندكم زراعة محمية؟ اي انا موجود عندي باذنجان في السنة. زين عندك بسترة تسوي بسترة؟ اذا تسمحي لي ست. هاي بصرف البسترة. ليش السنة الثانية تزرع نفس العائلة؟ يعني هسه احنا زرعنا باذنجان، لازم ما نزرع لا طماطة ولا فليفلة، لأن نفس العائلة شلون عندنا نقول عشيرة؟ على الباذنجانية ما يصير تزرع منها، لأن الفيروس أو الشيء الموجود هنا هذا ما يصير. تقيم وزارة الزراعة دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي المركز الإرشاد التدريب الزراعي في نينوى بالتعاون مع مديرية زراعة نينوى والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يوم حقل حول الزراعة المحمية لمحصول الباذنجان داخل البيوت البلاستيكية. الزراعة المحمية اللي يقصد بها هو شنو؟ إنتاج محاصيل خضار في غير موعدها. بالنسبة للباذنجان حاليا احنا زرعنا بشهر الثامن شتلات ونقلناها للبيت البلاستيكي بتاريخ 15/10، وبدأ الانتاج بشهر 24/12 اول جنية انتجنا بحدود 80 كيلوغرام من البيت البلاستيكي كجنية اولى، ثم يوم 3/1 ايضا الجنية الثانية بحدود 40 كيلو، والجنية الثالثة 60 كيلو يوم 12/1. الحقيقة انه الظروف الجوية والبرودة اللي مرت على المحافظة خلال اليومين اللي ماضية اثرت على المحصول، لكن تأثيرها كان بسيط لانه استخدمنا التدفئة ووفرنا ظروف ملائمة للحاصل. بالنسبة للباذنجان كزراعة شتوية حاليا انه وزارة الزراعة منعت استيراد الباذنجان لانه صار بوفرة بالسوق. احنا بالنسبة كالبيت البلاستيك الحقل مالنا هو تعليمي للفلاحين ضمن الرقعة الجغرافية القضاء الحمدانية اللي تشمل ايضا شعبة زراعة النمرود وشعبة زراعة قرقوش وشعبة زراعة برطلة. قسم الارشاد الزراعي في مديرية زراعة نينوى وكذلك المركز الارشادي يعمل على خدمة الفلاحين من خلال حل المشاكل والمعضلات والمعوقات التي تظهر لهم أثناء العمل، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة. ومن هنا تم عقد هذا اليوم بفعالية يوم حقل التي تم فيها حضور مجموعة من الفلاحين وكذلك من دائرة الإرشاد لاطلاعهم على آخر التقنيات الحديثة في زراعة الباذنجان. وكما يعلم الجميع فإن الباذنجان من المحاصيل التي منع استيرادها، وكذلك إن شاء الله سوف تكون معدة للتصدير، وإن شاء الله نعائد أخوان الفلاحين والمزارعين بأن قسم الإرشاد ودائرة الإرشاد سوف تكون خير عون لهم لتقليل من المدخلات وتقليل من المصاريف وكذلك زيادة الإنتاج وزيادة مدخولاتهم، وإن شاء الله نصل إلى اليوم الذي يكون نمنع فيه الاستيراد نهائيا من المحاصيل والمنتجات الزراعية لتوفرها في القطر، وكذلك إن شاء الله سيكون التصدير لكي يكون الفلاح في أحسن حال، وكذلك يعود الخير لمحافظة نينوى وللعراق بصورة عامة.